بسم الله الرحمن الرحيم. الرائد أشرف عيسى أبو القاسم، عامل قوة دعم مديريات المنطقة الغربية. بالنسبة لموضوع الطفل الرضيع المخطوف، هذا وردت إشارة هاتفية أمس مفادها وجود شخص بلا صح أمرها قامت بخطف رضيع حديث الولادة مستشفى صبرات التعليمي. تم التنسيق على الفور مع قسم البحث الجنائي الزاوية وقسم البحث الجنائي صرمان وتتبع خيوط الجريمة، وبالفعل اتضح أن الطفل مخطوف من مدينة صبراتة من داخل المستشفى. حسب المعلومات والتحري وجدنا بوجود امرأة قامت بجلب، هي وشقيقة، قامت بجلب طفل حديث الولادة في ساعة متأخرة من الليل لمستشفى صبراتة، وذلك لإجراء بعض الكشوفات. وعلى الفور تحرك رجال البحث الزاوية ورجال قوة دعم مديريات ورجال بحث جنائي صرمان. تم الكشف على الكاميرات الخاصة بالمستشفى، وجدنا أن فيه وجود سيارة نوع متشي بيجارو اللون أسود كانت تتردد في ساعات متأخرة من الليل على المستشفى. وبالبحث والتحري على السيارة تم ضبط سائقها وهو شخص من مدينة صرمان، وتم جلب القسم البحث الجنائي وبالتحقيق معه اعترف بأنه قام بجلب ابن أخته حديث الولادة وذلك العلاج والإجراء الكشوفات. ولكن كان هناك بعض الشكوك حول الموضوع، وباستدعاء جوز أخته بالتحقيق معه أنكر الواقع وأفاد أن الطفل حديث الولادة هذا ابنه، وأن المولود حديث الولادة وكان في حالة صحية غير جيدة، مما اضطر لجلب جوز أخته له للمستشفى. ولكن كانت توجد بعض الشكوك وكان مرتبك قليلا، وبسؤالي عن هل يوجد له أطفال غير هذا الطفل أو لا، أفاد أن لي حوالي من 8 سنوات لم يرزق بأطفال، وكان واضع عليه الارتباك. على الفور انتقل مأمور الضبط وأعضاء البحث الجنائي والدعم مديريات للمنزل. قمنا باستدعاء زوجته، وكانت يعني ما فيش يعني كانت بحالة صحية جيدة وما فيش عليها أثار الإنجاب أو أي شيء. قمنا بسؤال هل الطفل هذا يخصك أو الموضوع الطفل كذا. فعلا قال الطفل هذا أنا قمت بإنجابه يوم أمس، وعند طلب المستندات لم توجد أو الملف الخاص به أو بالطفل. قمنا بإحضار الطفل إلى قسم البحث الجنائي وباستدعاء جدة الطفل. تم التعرف على الطفل وتم التعرف على المرأة التي كانت تنتحل صفة الممرضة، وبعد ذلك بعض التحقيقات اعترفت بالواقع وتم استرجاع الطفل لذويه الحمد لله، وأخذت الإجراءات القانونية حيالهم هي وزوجها، وحيلة أوراق محضر النيابة لاستكمال باقي الإجراءات إن شاء الله.